زوجتك يا دكتور فلان مش ست، دي جزار، مفروض يكون اسمها صميدة أو مرسي. رموها في النار، بقت هي عذاب للنار، ولما شافها الشيطان قرأ آية الكرسي. وليا لكن ركبها عفريت شعر بالتوهة والزنقة، تقول دخل بيت جحا ومعرفش فين بابه، قعد يبوس رجلها هيموت من الخنقة، في الآخر الجن راح جاب شيخ على حسابه. وليا لكنها تنفع مفاعل هم، وتزعجك من المنام على أبشع الكلمات، وإن ما لقيت شيء جديد ينفع يجيب الغم، برضه تقول اصحى فاكر لما والدك مات، صوتها في أحسن حالاته زي دق الهون، لما اندلق من وداني في مخ عياني، سمعت مرة يا دوبك صوتها في التليفون، احتجت 21 حقنة في وداني، ما لقيتش إلا اللي ليلها منها مات من الخوف، والرجعة ليها في دين أوحش من الردة، لو دي مراتي لا قلت لها اعملي معروف، سيبيني أطلق وخلي عليا أنا العدة.